بلا سقف زمني يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل مجلس النواب العراقي، مطالب مركزية يرفعها المعتصمون هنا بانتظار الاستجابة لها وما ستقرره قيادة التيار حول إنهاء الاعتصام من عدمه. منظمو هذا الاعتصام وفروا مستلزمات البقاء ولا سيما الدعم اللوجستي المختلف، فضلا عن تنظيم الدخول والخروج من مكان الاعتصام. التعاون بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الحفاظ على الممتلكات الموجودة هنا من قبل المتظاهرين، أهدافنا إنما تخدم الشعب العراقي جميعا. رسالتنا إلى السياسيين لن تعودوا أبدا، هذا اعتصام مفتوح إلى كل السياسيين السراق والفاشلين، لن تعودوا أبدا، اليوم الشعب هو يقول كلمته. وسط هذه الأجواء توالت الدعوات إلى التهدئة وضرورة الشروع بحوار وطني شامل من مختلف القوى السياسية، وترافقت مع قرار قوى الإطار التنسيقي أعلنت فيه تأجيل تظاهرات جمهورها بعدما دعته للنزول إلى الشارع تحت ما سمته حماية مؤسسات الدولة. هنا سنة سنتين غصبا عليهم إلى أن يجي حقنا ونقول لهم إحنا ما لنا يا عداوة وياكم، اعطونا حقنا، الفلوس اللي بكتوهم وعبرتوها. احنا اخوان، بالنسبه اخوان بين القوات الامنيه والمتظاهرين اخوان، متعاونين تعاون جيد ممتاز، واكو دعم بالنسبه للدعم اللوجستي من الخدمات متوفره، كل شيء متوفر داخل قبه البرلمان. القوات الامنيه العراقيه اعلنت فتح جميع الطرق المغلقه في محيط المنطقه الخضراء الحكوميه، والتنسيق على ابقاء مدخل رئيسي لانصار التيار الصدري المعتصمين. محمد الفهد، بغداد، الميادين.